مرجع قوي، قوي فهو القوي سبحانه وتعالى، تستعين به، تستعين به على كل الأمر الصعاب. فإذن أي مصيبة وجهك في حياتك، عافاك الله والمؤمنين أجمعين، أي مشكلة وجهك في حياتك، تفكر بأن قبلك ربا وبأن فوقك إلها أقوى من مشكلتك، أعظم من مصيبتك من حيث السيطرة والقهر والملك سبحانه وتعالى، وأن ما وقع لك لم يقع إلا بإذنه، وأنه لن يرتفع إلا بإذنه. إذن ما دمت كتشوف مشكل عندك، وتصور وتذكر بأن مولاك الذي خلق الكون كله، هذاك المشكل بالنسبة لك أنت اللي هو يعني قلب لك الدماغ ديالك، هو بالنسبة لمولانا الكريم شيء بسيط يغيره في رمشة عين. هو خلق الإنسان وخلق الكون كله بالنسبة لرب العالمين كان أيسر مما تعتقده في خيالك، وإقامة القيامة بشري بالكون سبحانه وتعالى كله، أرضه وسماؤه وكواكبه ونجومه ومجراته أيسر مما تتصور. فكيف تكون مصيبتك أنت أو مشكلتك وأنت واحد نقطة من بين ملايير بني آدم، كيف تعجزه مشكلتك؟ فلذلك إذن الإنسان كيحس بالطمأنينة، عيب على المؤمن أن يكون وهو عبد الله، إذا كان عبدا لله حقا، أن يكون في نفسه أقل شأنا من عبد بشر حقير، كيكون غير شي فور ديال شي واحد عنده شي قيمة في المجتمع، كيبدأ دايز في المجتمع حس براسه مهاني مطمئن، كيقول أنا اللي دزت فيه البحر عليه، أنا راني الشفور ديال فلان. أنت أولى بأن تشعر بأفضل من هذا عدلا لا ظلما، لأنك إذا كان هذاك شفور فلان أنت عبد ديال رب هذاك فلان الذي يحكم رقبته ويعد أنفاسه، هذاك اللي كيتعنى به ذاك الآخر، هذاك النفس اللي كتطلع وتهبط ديالو ربي كيعطيها له بالوحدة بالوحدة، محيط يسالي ويقول له بارك عليك موت انتهى أمره. فأنت تستعين بربه وبرب عبده، هو القوي سبحانه وتعالى، عندك تنسى ويغيب عليك لحظة أو طرفة عين، عنده يغيب عليك طرفة عين أن الله عز وجل يحكم ملكه، ما زال سبحانه وتعالى في عرشه فوق عرشه مستويا عليه يدير شأن الكون كله، فكيف لا تستعين به؟ لا ينسى هذا إلا جاهل بالله اللي يغيب عليه أن ربه فوق عرشه يحكم كونه ويدبر ملكه، هذا يحتاج لإعادة بناء العقيدة ديال. وما أعطانا الله عز وجل هذه النعمة ديال الفاتحة نعمة نقرأها إلا لبناء هذا في أنفسنا. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يسألون الله ويدعونه ويطلبونه، حتى إن أحدهم ليسأله ملح العجين، وهذا غاية في العبادة وقمة في الاستعانة. خرج الصحابي يصلي الفجر مع سيد النبي صلى الله عليه وسلم، كتقول له المرأة هذا النهار ما كاينش الملح اللي غادي ندير العجينة، فيدعو في صلاته قبل أن ينطلق إلى شراء الملح أو إلى جلبها من مكانها، يدعو في صلاته أن يعطيه ربه وأن يسهل له الوصول إلى ملح العجين. شوية الملحة باغيها كيطلبها من ربي، علاش؟ المعنى ديال هذا الكلام أن المؤمن لا يفرق بين الحقير والعظيم من النعم، النعمة ديال ربي كلها عظيمة وكلها وعرة، ما تقولش هذه غير مليحة سهل لقاها، ما سهلة والو، السهولة ديالها منين جات؟ لأن الله سهلها. ولذلك في الحديث اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا تشاء سهلا. الحزن هو الصعب، الحزن بسكون الزاي، بعض الإخوان كيقرأوا غلط، كيقرأوا الحزن، الحزن اللي كان في القرآن مختلف عن الحزن اللي في الحديث. الحزن اللي ذكر الله في القرآن يعني الحزن والقنط، الحزن الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن يعني القنط واليأس، ولكن الحزن من الحزونة وهي الصعوبة والشدة والعرية، كتقول أرض
حزون أو حزن صعبة، فيها الحجر وما عندك منين تدوز فيها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأنت تجعل الحزن إذا تشاء سهلا. فأن تعتقد أن هذا اليسير، هذا اللي بسيط، لا تحتاج فيه إلى سؤال الله ودعائه، هذا شرك خفي. ما سيقلوش الخبر، قال تقول وهذه سهلة ما كيلاش نطلبها من ربي، خلي زعما حتى تجي وحدة كبيرة عاد نطلبها من ربي. واش انت ضرب الحساب لربي خايف الخزائن ديالو تخوى؟ هذا واحد الغلط يبثه الشيطان في نفس الإنسان. اطلب كل شيء ولا تبالي، ما تضرب حساب لربي سبحانه وتعالى، فخزائنه لا تنتهي أبدا سبحانه وتعالى. اطلب الكثير واطلب الحقير، اطلب كل شيء في كل وقت، في كل وقت. ولا يكون ربك بالدعاء إلا رضيا سبحانه وتعالى، يعني كل ما طلبته كيكون فرحان بك سبحانه وتعالى. ما تديرش القياس في نفسك القاصر الناقص على بنادم. بنادم كتطلب له الأولى إلى سخر الله كيعطيها لك، كتقول له نطلب له الثانية، كتطلب له الثانية إلى عاود سخر الله كيعطيها لك، كتبقى رافد الهم الثالثة، كتقول له بسلت عليه، طلبت له ذاك النهار وهذا النهار بركة خلاص. وفعلا كتطلب له الثالثة إلى عكسه الله كيقول لك وصدعتني. الله عز وجل يفرح بك. كلما ألححت في السؤال والدعاء كلما كان بك أكثر رضا. وعليك إن الله يحب العبد الملحاح. تا غير مسكين، غير مسكين ولا مسكينة كيلصق فيك الزنقة وما يتأدبش معاك، أعطيني أعطيني ديال الله، أعطيني أعطيني، يشد لك جلابتك يقول لي واه قلت الحياة هذه بالك عليا وتجري علي، كيقنطك بنادم كيضيق. ما تديرش هذا القياس على ربي، ربي عز وجل يعبد بهذا، هذه هي العبادة دياله. إنما يعبد بالدعاء وبالمسألة، الدعاء هو العبادة كما في الحديث الصحيح، وهو أصح من عبارة مخ العبادة. الدعاء هو العبادة في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام في إثبات عبارته، وهذا أقوى. الدعاء هو العبادة، يعني هو كل العبادة. وهذا المعنى صحيح، صحيح لأن جميع العبادات، الصلوات والصيام والزكوات والحج، عمقها المعنى ديالها العميق لمن فعلها؟ لنأخذ الأجر من عند الله، فهي في الحقيقة وسائل للطلب، نعبده لننال أجرا. فغايتها ومآلها، مآل العبادة جميعا، نوال الأجر من عند الله عز وجل، وذلك هو الاستعانة. ثم هذا المعنى اللي كيربينا به الله عز وجل في الصلوات كلها، يجعلنا نستيقن ونطمئن إلى أن لنا مرجعا قويا نرجع إليه.